من أراد أن يري الله عز وجل منه خيرا فليقاطع منتجات الظالمين المجرمين المعتدين على أهلنا وأحبابنا في كل مكان. إحنا أمة مستهلكة، أمة تيهة، أمة ضيعة، أمة يتلاعب بها عدوها كما يتلاعب الصبيان بالكرة. تخيلوا الناس كانت لسه من شوية في الحرم بتدعي اللهم انصر غزة، وإذا بهم هم نفسهم يروحوا يشتروا من الكافيه، يدفعوا له فلوس عشان الكافيه ده ياخذ الفلوس ويوديها للي هذا الرجل قد أدى ما هو واجب عليه. هذا الرجل أقام الحجة علي وعليكم وعلى كل إنسان في أي مكان من أرض الله إن إحنا نقدر نفعل موضوع المقاطعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة. من أراد أن يري الله عز وجل منه خيرا فليقاطع منتجات الظالمين المجرمين المعتدين على أهلنا وأحبابنا في كل مكان. ولا يخفى على حضراتكم الاعتداءات الحاصلة في فلسطين على مدار سنوات وفي غزة، ومعروف جدا احنا بنقاطع منتجات مين، فالعارف لا يعرف. ليه بتكلم عن المقاطعة؟ لأنه الناس بدأت همتها تضعف، والعدو الماكر الخبيث سواء كان العدو ده اللي هو صاحب المنتجات المجرمين أو العدو اللي عايش بينا وبيسترزق على حس الموضوع بتاع ان الناس بتنسى، فهو فتح له سبوبة وبيسترزق من وراها، يعني عامل توكيل وجايب مثلا كافيه أو مطعم أو معرفش إيه من المجرمين دول، والناس دول بيبقوا مننا. يعني يقول لك يا عم ده أنت كده بتظلم ولاد بلدك، وده صاحب المحل سعودي ولا إماراتي ولا مصري. فبالله عليكم اتقوا الله عز وجل واستمروا وفعلوا المقاطعة مرة أخرى، خاصة في أيام الأعياد والمناسبات اللي زي دي. وعيب قوي، عيب قوي نبقى احنا أمة الإسلام وأمة العروبة والمقاطعة عندنا ضعيفة والناس في الغرب المقاطعة أقوى. وسأظهر لحضراتكم الآن تلك الحقيقة. احنا عندنا حقيقة مؤلمة ولازم نعترف بيها جدا. احنا أمة مستهلكة، أمة تيهة، أمة ضيعة، أمة يتلاعب بها عدوها كما يتلاعب الصبيان بالكرة. لدرجة يا مؤمنين تخيلوا أنه أمام الحرم المكي والحرم المدني، أو الله العظيم أمام الحرم المكي والحرم المدني، البراندات سواء كانت كافيهات أو مطاعم بتاعة المجرمين وحطينهم فين؟ تخيلوا أمام الحرم المكي وأمام الحرم المدني، تطلع تلاقي الكافيه الزفت ده بتاعهم. وده مش غريب عليهم، هم بيعرفوا ينقوا الأماكن كويس وبينسقوا مع علية القوم. وانتوا فكركم دول يفتحوا هناك في الحتت دي الا اذا كان فاتح عن طريق حد من اتباعهم، من اتباعهم، فهم اللي بيمكنوهم في الاماكن دي عشان يطلع بعد كده السوديس يدعي لهم في الحرم، يدعي لهم هو مكنهم. فيعني تخيلوا انتوا بقى، انا لله وانا اليه راجعون. عشان كده هوري حضراتكم دلوقتي فيديو في الحقيقه مهم جدا نتعلم منه يعني ايه نفعل موضوع المقاطعة. في مكة المكرمة خرج الناس من الحرم. تخيلوا الناس كانت لسه من شوية في الحرم بتدعي اللهم انصر غزة، مش كده؟ على الأقل يعني نسبة كبيرة جدا منهم يعني. وإذا بهم هم نفسهم يروحوا يشتروا من الكافيه، يدفعوا له فلوس عشان الكافيه ده ياخذ الفلوس ويوديها للي إيه ده؟ مفيش عقل خالص؟ طب مفيش عقل، مفيش دين، مفيش خوف من ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده هذا المعتمر، وأظنه هو رجل غير عربي، يعني أحسبه رجل احتمال يكون تركي، يعني اللكنة العربية بتاعته دي لكنة العربية عند الأتراك، لكن أيا كانت جنسيته فهو مش عربي، لكنه مسلم غيور على دينه. تعالوا نشوف بقى الراجل ده ماذا فعل عشان نتعلم منه احنا كمان كيف نفعل موضوع المقاطعة. اسمعوا.
أنتم مسلمون، رزقكم الله بالعمرة، رزقكم الله بأن نلتم إلى شهر رمضان قبل قليل في القنوت، دعوتم الله عز وجل لينصر إخواننا في غزة. الآن تشترون من KFC وتعلمون أن هذه الشركة تقدم طعام مجاني للجنود الإسرائيليين ليقتلوا إخواننا في غزة. اتقوا الله، لا تشتروا، قاطعوا هذه الشركات، قاطعوهم، بويكوت. ما شاء الله، الله أكبر، اتقوا الله. في الحقيقة هذا الرجل قد أدى ما هو واجب عليه. هذا الرجل أقام الحجة علي وعليكم وعلى كل إنسان في أي مكان من أرض الله إن إحنا نقدر نفعل موضوع المقاطعة، ونبتكر وسائل لإحيائها مرة أخرى. الرجل أظن المكان ده في المدينة المنورة أو في مكة، يعني بس تقريبا في المدينة، يعني وضح بما لا يدع مجالا للشك وأقام الحجة على الجميع. إنك إزاي تبقى أنت كنت لسه من شوية بتدعي وجاي دلوقتي تدعمهم بمالك؟ يعني أي منطق؟ يعني شوفوا لأي درجة يتلاعب أعداؤنا بنا كما يتلاعب الأطفال بالكرة. تخيلوا بيلعبوا بينا والله العظيم، وبيلعبوا بينا من خلال بعض المنافقين المخذلين المعوقين المرجفين المرتزقة المنتفعين. حتى لو كان يعني ما يغركمش يعني هو منصبه ايه ولا عنده أموال عاملة ازاي، بس سبحان الله العظيم يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فعشان كده خدوا بالكم يا إخواننا، والله لا عذر لأحد. أقل الواجبات العملية التي يجب أن نقوم بها جميعا هو إحياء وتفعيل المقاطعة كما بدأت. في البداية كانت ما شاء الله كانت قوية جدا، لكن أعدائنا فهموا كويس جدا إن إحنا بننسى. فبالله عليكم إحنا مش قادرين نجاهد بالامتناع عن بعض الترفيهيات التي لا يعني قيمة لها في حياتنا، ممكن نستغنى عنها أصلا ونعيش من غيرها، في الوقت اللي إخوانكم مش لاقين بيت يأويهم أو لقمة يأكلوها؟ لذلك يا إخواني الله يرضى عنكم، ده أقل الواجبات العملية التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. واعتبر أن امتناعك ده هو تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وتحقيق لقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فعلى أقل يعني ده يبقى أقل العمل. لا تكتفي بالدعاء، بل بالعكس أنا بقول لك أهو غزة إحنا اللي محتاجينهم، هم اللي يدعوا لينا مش إحنا اللي ندعي لهم. ما تشغلش بالك بالدعاء ليهم، لكن اشغل بالك بالواجب العملي المطلوب منك. المطلوب منك تعمل إيه لنصرة إخوانك هؤلاء، أو على الأقل لأداء الواجب. نعم، كل واحد مننا عليه واجب شرعي لابد أن يقوم به. لذلك حي الله هذا الرجل الذي لا أعرفه، فقد أقام الحجة على الجميع وفي نفس الوقت أدى ما هو واجب عليه. تخيلوا كده لو إحنا بقى تحركنا بهذه الروح في كل الأماكن. الأخت أو الست اللي نازلة تشتري حاجة وتلاقي حد بتشتري، ذكريها بس إن دي مقاطعة بس وخلاص. هي بقى تشتري أو ما تشتريش ده موضوع تاني، لكن ذكريها بس موعظة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن إحنا خير أمة أخرجت للناس عشان بنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فلذلك يا إخواننا الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، وخاصة لمن يسأل ماذا نفعل وما هو الواجب علينا. الواجب حاجة بسيطة خالص أهو، إحنا مش قادرين نعمل البسيط فكيف نفعل الصعب؟ هنعمل البسيط، نبدأ بتفعيل المقاطعة.
ونحييها مرة أخرى، خاصة في الأيام اللي احنا فيها دي، وخاصة في بلادنا العربية اللي بتزعجهم وبتضايقهم كلمة مقاطعة. تخيلوا إعلامنا العربي السعودي والإماراتي والمصري تحديدا والأردني بينزعج إن الناس تتكلم عن مقاطعة، كما ينزعج ويتألم ويصرخ ويتوجع ويعتقل كل من يرفع علم فلسطين أو الغترة الفلسطينية. والله بقيت حاجة تكسف، لكن ده وضع طبيعي بيتناسب معاهم. يعني احنا لا نتوقع من هؤلاء الحكام أفضل من ذلك، اوعوا تكونوا فاهمين إن هم ممكن يعملوا أحسن من كده. ما ينفعش، ما ينفعش، يبقى احنا كده في حاجة غلط. يعني احنا مش فاهمين سنن ربنا في الكون، ولا فاهمين المظالم المتراكمة على أمتنا بسبب هؤلاء، ولا فاهمين مخططات أعدائنا اللي بقالها أكتر من 100 سنة، وإحنا يبقى من السهل إن يندحك علينا. فلذلك عشان إحنا فاهمين والحمد لله، فاهمين إن وجود هؤلاء الحكام جزء من مخطط تم إعداده وتنفيذه من أكتر من 100 سنة، فاهمين إن المحتل خرج بجنوده من بلادنا لكنه ترك أتباعه الذين هم منا، وده كان أفضل نموذج وأفضل صورة للاحتلال بنسخة جديدة، بل بالعكس هو حقق بكده مصالح ومكاسب أكبر بكتير من المكاسب اللي كان ممكن لو حققها لو ساب الشاويش والضابط بتاعه لسه قاعدين معانا. هو كده حقق أكتر بكتير جدا، لأنه مكن لرجالته من المؤسسات بتاعتنا ومن الدول ومن سدة الحكم في بلادنا، فأصبح لا يتنفس ولا يجرؤ أن يتنفس حاكم في بلادنا إلا بعد ما ياخد الإذن والموافقة ويسارع في رضاهم. يعني يشوف هم كمان بيحبوا إيه وهو كمان يجتهد ويجود من عنده. بقت مصيبة المصايب، لكن ده وضع طبيعي يتناسب مع هؤلاء الحكام. فهل تتوقعوا يعني إن الناس دول ممكن ربنا ينصر بهم دينا أو يرفع بهم راية؟ إزاي يعني؟ احنا كده ما بنقراش قرآن ولا قرأنا السيرة ولا السنة، فاحنا متأكدين ان دول يعني بينفذوا خططهم 100%. لكن على الاقل بقى انا وانت نقوم بالواجب علينا وقلنا الدعاء، لكن الاهم كنوع من المسؤولية العملية، الواجب العملي والمسؤولية الشرعية بيننا وبين الله، المقاطعة واحياء روح القضية مرة اخرى. فيش حاجة اتغيرت يا اخواننا من 6-7 شهور دلوقتي، مفيش حاجة اتغيرت، كل حاجة زي ما هي، احنا بس اللي اتغيرنا، احنا اللي بننسى. فلذلك واحنا داخلين برضو على ايام الاعياد وكذا، يعني خففوا بقى من ان احنا ايه صور الكحك وصور البسكويت، وبلاش كحك وبسكوت خالص، اتبرعوا بيها الغزة، مش هنموت يعني لو ما كناش كحك وبسكوت، خليها الغزة السنة دي مش مشكلة خالص. وبنعمل ايه ورايحين فين وبنتفسح فين؟ اتقوا الله، اتقوا الله، ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع، ده احنا جارنا يموت جوعا. اتقوا الله يا عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.